بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل في أحسن أحوالكم. فيديو اليوم جبت لكم فكرة من اقتراحي، كيفاش نديروا ان بوان داري على الماشينة فليجمان. نرجعوا شوية للوراء للبنات ما دخلوا معنا جدد أو ما على بالهمش في الفليجمان وش تدير. قلنا أنه هذه الماشينة وبزاف الناس راهم يكسبوها، يعني بنات بزاف أخوات راهم أو إخوات يعني راهم يكسبوا الفليجمان على أساس أنهم باش يخيطوا. وشحال من فيديو يعني حطيت عليها على الماشينة هذه أنها ماهيش للخياطة يا البنات، هي ماشينة طرز صناعي، يعني هي للطرز للطرز نتاع الماشينة اللي بالقرقاف او بلا قرقاف، يعني ما نقصد بعيدا عن ماكينه الميكرو. البنات اللي كسبوهم ما حاش نقول لكم بيعوهم ولا خليها في ركن من المنزل وروح شي وحده باش تخيطي، لا، لقيت لك هذه الفكره. كانت امي الله يرحمها تستعملها في الماشينه السانجر. ماشينه السانجر كاين دي ماشين هذوك تاع البدايات ما كانش فيهم البوان داري، يعني كانت واحد لاستيوس نديروها هنا حركه ديرها بيدك، يعني تمتني الخياطه قبل ما تبداي وتمتنيها ثاني لما تجي تكملي. تذكرت هذه الحركه امي كانت تعملها، قلت لي ما لا نعتها البنات ممكن جدا انها تفيدكم في الماشينه هذه اللي عندها من الفليجمان او في الماشينه السانجر او الماشينه الكحله سورتو القدم. وبزاف تلاقي التعاليق بنات يقول لك عندنا ماشينه الكحله بصح ما فيهاش البوان داري. انا سبق درت فيديوهات على الماشينه الكحله ونعت من ندير البوان داري وهما يقول لك تاعنا ما فيهاش. هذه الطريقه او حركه او هي حاجه من اقتراحي تسهل عليكم الامر، ديروا خياطه تكون متقونه وسوليد، يعني تقول تكون صحيحه في الخدمه نتاعها. طبعا البنات مستحيل تقول لي نبدا الخياطه ديريكت ديريكت ونكملها ديريكت وما تتحلش، راكي تجبدي الخيط تتحل كامله. الخياطه اون جينيرال تحتاج تحصين في البدايه وفي النهايه في اي حاجه، وسواء في الملبوسات وسواء في الافريشه. الماشينه هذه سبق اني درت عليها الفيديو وقلت انها ما فيهاش بوان داري. البوان داري هو اللي يدير لك تحصين الخياطه. لي ماشين دغوات راكم شفتوا البوان داري تاعها قد ما هي جيجي كبير، هذاك العصاري تجي هنا في الجنب. والبنات اللي يحبوا يشوفوا يعني فيديوهات الماشينه هذه من قبل يرجعوا فقط للقناه، يعني راهم كاين الفيديوهات على الماشينه هذه الخير والبركه ونشرح فيها كل ما يخص هذه الماشينه. نجيو للماشينه، يعني نظن اني شرحت كلش قبل ما نحط الموتور. على بالكم صوتها فظيع، على بها ما نمشي نخدم بها بزاف ومانيش نحط عليها فيديوهات بزاف. وطبعا كاين اخت قالت لك كانت تبيعيها لي، انا ولو بمال الدنيا ما نبيعش الماشينه هذه لانها طرزها رائع، طرزها عجيب، طرزها يعني متقون لدرجه كبيره. مهما جبت فيها سومه انا يعني ما تجيبليش حقها، وانا مرتبطه بها عاطفيا. وطبعا انا لما نحتاج حوايج ليا ولبنتي وللدار طبعا انا عندي الماشينه هذه نخدم فيها شكل كيفي، راهي فايدتني شخصيا قبل ما نخدم بها كوميرس. يلا البنات نحطوا الماشينه. قبل ما نحط نقول لكم على الغيكلاج. الغيكلاج الخيطه البنات طبعا راكم الميزان تسيريوه، راهو يبان داكوغ، تسيريوه على اساس انك تجبدوا الخيط يخرج معقول، ماهوش يخرج يجري، ومن ميم طون ما نقعدوش نشدوا ديفيسيلمون باش يخرج، يعني يخرج معقول مليح. تاع لاكان الثاني يكون متوسط، يعني يخرج عادي ما يجيش يجري في يدي، ومن طون ما نقعدش نشد عليه باش يخرج لي. تعلموا باكي البنات، حاولوا راكم فينا الموت تلقاو ليكيليبغ نتاع الميزان ولاكانيت، راهي كل شيء بالممارسه. هنا عندنا المسمار هذا اللي يجي على الجنب، شوفوا البنات يدي راهو يبان المسمار الاخر يجي هنا برك كعبايره، هذا اللي نسيريو به السنين، يعني نحبوا نطلعوه الفوق باش نطرزوا السنين راهم يبلوكي وخلاص، ولما نهبطوا راهو يتحلوا السنين ترجع تجر القماش. انا لما نهبطوا خلاص نجي نزيد نطلع شويه ونخليه، يعني ما رانيش حاله، عفوا حركتكم دوختكم معايا سامحوني، مانيش حاله السنين خلاص، راني شويه برك طلعتهم. البنات نظن اني عطيتكم كل المعلومات اللي يلزم. هذا ما نكونوش مقافلينه اللي نديرو به الزيكزاك، يعني نحدو به عرض الغرزه تاع الزيكزاك، هذا يكون محلول هاهو، يعني هو نورمالمون نجبد عرض الغرزه اللي نسحق ونسيري. نو انا دوك ما رانيش مسيري تو، راهو محلول هاهو، ما يهمش، انا نحتاج غرزه الخياطه. نجي نحط ماشي نقرو بسم الله. شوفوا البنات يدي لما ندخل نبدا الحاجه راني ندخل شويه، ما رانيش حطيت على الحاشيه خلاص، واش القصد؟ حطيت شويه باش نرجع شويه مارشاريال بيدي، ماشي ما فيهاش مارشاريال.
يدي هو اللي يجبد القماش شويه هنا لعندي باش دير لي غرزه مارشاليير، ومن بعد نبدا نخيط عادي. شوفوا كيفاه يدي هذا، هاني درت مارشاليير وهاني افونسي تقدر ان شاء الله راهو باين. ها هي هاني درت بوان داري، افونسيتو شويه القدام عندي وراني يعني نعفس الماشينه راهي دارت لي دي بوان حدا بعضاهم. نعاود نطلق السنين يعني نعاود نحلهم ونخيط. البنات انا بداتني راني منقصه في الماشينه لانها مسرعه جدا، ودي فوا انا نستعملها في الطرز ما نحتاجش السرعه هذه كامله باش ما تغلبنيش. شوفوا لي البنات كي نجي باش نكمل راني حاكمه القماش باش ما يروحليش. نعاود نرخبك شويه نسيري شويه السنين باش ما يغلبونيش باش ما يجبدوليش القماش ليه ليه، ومن طون نخبي نقص كسلي البرا. ها هي راني ندير في المشاري، هاني رجعت للوراء هاني افونس فوالا. ها هي المشاري يعني قدو تقدموها شويه. انا هنا يعني كتجربه يعني نحاول نعتلكم كيفاش ديروا ان بوان داري ويكون ناجح يكون سوليد يثبت لكم الخياطه نتاعكم. طبعا دوك نتوما لما تعلموا الطريقه هذه نتوما وحدكم تعرفوا وين لازم يكون البوان داري هذا، يعني وين يكون هذا التحصين تاع الخياطه، راه يكون على الحاشيه خلاص. ممكن تخليوه شويه هكا بما عندكم، من بعد راحين مثلا كفه لكن هذو جات في الجوانب راحين تقصوا البوان داري يعني مع الحاشيه تاع البوان داري قد قد. اذا حبينا نديروا اسامبلاج تاع زوج حوايج مع بعضها يعني ملاقات قطعتين. طلع البلا وندخل القماش. شوفوا البنات راني حاكمه الخيط باش من بعد نتحكم في القماش فاسيلما. يدي راهو يجبد في القماش عندي بصح بشويه، مانيش نجبد بالفور فو با ترو تيغي. ها راني جبدت، ها راني نجبد عندي فوالا. ها درت ثلاثه ثلاثه درت 3 باساج. شوفوا كيفاش درت بوان داري دوك نقربه لكم. نعاود هاي السنين متلوقين وراني نجمع في قطعتين. ها نهز نقدر نرجع شويه، هذه ثاني عفسه، هذه ثاني طريقه استوس ثاني امي الله يرحمها كانت ديرها، انها تهز البيد بيش وترجع القطعه شويه على ما وراها وتعاود تمشي فوق نفس الخياطه. هنا درنا خياطه الدوب، يعني والدتي الله يرحمها كانت دير الطريقه هذه في الماشينه سانجر، كانت ما عندهاش غير بوان داري، كانت تستعمل الطريقه وخيطت سنوات وسنوات بهذا الشكل. يعني جاتني هذه الفكره البارح وانا في راسي حتى تذكرت طريقه الخياطه تاع البوان داري في وقت اللي كانت ما كانش الماشينه فيها لو مارش اغيير. هاي البنات راه يعني واضحه و سي ريوسي، هاني مثبتها لكم مليح يعني نطول وانا حاكمه يدي باش تشوفوا. ها هو بوان داري هنا دايره، شوفوا الحس تاعها كيف راني دايره خيط دو كولور فونسي باش تبان، ومشيت وها هي تاني هنا في لافان. طريقه توفر عليكم انكم تستغناو على الماشينه هذه او تبيعوها ولا تزيدوا تشريو وحده اخرى. هذه يعني من احسن الماكينات اللي الواحد يقدر يكسبها، تخي سوليد، الطرز نتاعها ولا اروع ولا اروع طرزها. او ميم طون تقدروا تستعملوها كي تحتاجوا تخيطوا حاجه، يعني تقدر نقول تفيدكم. اما اذا ما عندكش ماشينه خلاص وحبيتي تشري باش تخيطي، ما تروحيش تشري هذه كاريمون، ما تروحيش تشري هذه من اول خطره. راني فهمتكم يا البنات، ارجعوا للفيديوهات اللي قبل هذا نعتلكم كيفاش تنقصوا سرعه الموتور. او ميم طون راني تكلمت في فيديو ثاني منفصل على الماشينه انه ما فيهاش بوان داري ماهيش للخياطه، بما اني تلاقيت هذه التساؤلات. ان شاء الله يكون الفيديو لقى فائده، ان شاء الله تستفادوا منه. لا تنسونا من صالح دعائكم، وما تنسوش اللايك ثاني يا البنات، ونقول لكم يوم جميل يوم موفق ومع السلامه.